بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الضيوف الكرام، طبعا بنتشكر لحضرتك جدا على تشريفنا في الاحتفال المائل لاتحاد الصناعات. لكن يمكن قبل ما نحتفل فقط نحب أقول بس نبذة بسيطة عن الاتحاد يا فندم. الاتحاد قعد سنين هو بيتبع وزارة الصناعة والحكومة، ده مش موجود في العالم، اتحادات بتبقى دايما مستقل. على مر سنين ما تغيرش القانون. في عهد سيادتك يا فندم تم تعديل القانون وأصبح اتحاد مستقل، اتحاد بيتبع الصناعة في مصر، أصبح شريك مباشر للدولة المصرية. وحضرتك زملائي اللي حاضرين كلهم، ده أول مجلس إدارة يا فندم منتخب في ظل القانون الجديد، فده يعني بنتشكر لحضرتك لأنه الإرادة السياسية هي اللي وصلتنا أن يصبح اتحاد شريك مع الدولة بالكامل وشريك مع المؤسسات الدولية، فبنتشكر يا فندم عليه. الأمر الآخر، يعني هو الاتحاد يمكن عنده 100 سنة يا فندم، ولكن الصناعة في مصر بقى لها أكثر من 200 سنة من عهد محمد علي، وفي صناعة في مصر وبتتطور وعدت على أمور كثيرة جدا. يمكن أنا بتشكر للكلمة يا فندم أنه فعلا الصناعة هي خط الدفاع الثاني في مصر، لأنه في أسوأ الظروف، في كل الظروف، لا الحمد لله لا حد قفل مصنعه ولا بطل ينتج. يمكن احتياجات الدولة كلها يا فندم في 2011 و13 وكورونا وكل ده، الغذاء كان بينتج تحت وقت الإرهاب وإضرابات، وكانت العمال بتبات يا فندم في المصانع عشان مش عارفين نروحها بسبب أن الطرق مقفولة، أصحاب المصانع كانوا بيشتغلوا، فلازم كنا نشتغل في أسفأ وأصعب الظروف. فالحمد لله اشتغلنا يا فندم في كل الظروف من 2011-13. ويمكن عايز أقول حاجة يا فندم، أن احنا حتى في أزمة كورونا اتعلمنا، يعني دايما الصناعة بنحاول دايما أن بتيجي في الأزمات نتعلم وإزاي نغير وإزاي نطور من نفسنا وإزاي نضيف عشان ما نواجهش أزمات زي دي. يمكن في أزمة كورونا يا فندم لا مصانع دواء قفلت والحمد لله، بل بالعكس حتى مصانع الوقاية اشتغلت، مصانع كل المصانع كانت بتشتغل يا فندم في أصعب الظروف. يعني نبذة بسيطة عن الاتحاد، احنا 19 غرفة يا فندم بتشمل كل القطاعات الحمد لله، وحوالي 104 ألف مصنع، فيعني باسمهم كلهم نتقدم لسيادتك بالشكر على التشريف. أمر آخر، تعديل القانون أصبح يمثل الصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة، وده بيبين يا فندم سياسة الدولة واهتمامها بالكل، فأصبحوا كلهم شركاء في كل غرفة وفي الاتحاد بالتساوي كمان يا فندم، فده كمان تعديل القانون أن أصبح كل مجلس إدارة بالتساوي موجود فيه الـ كل القطاعات أو كل حجم الصناعات. بنحب نفكر نفسنا يا فندم زي ما تعديل القانون، بس أحب نحاول نفتكر إحنا كنا فين وبقينا فين. أنا أذكر كلمة للمهندس شريف إسماعيل ربنا يديله الصحة، يقول لي يا محمد أنت كل يوم الصبح بتكلمني تقول لي الغاز، وكل يوم الصبح تقول لي المصنع مش عارف إيه. ما هو ده كان واقع، إحنا كنا بدأنا نتفاوض حتى مع الحكومة، ويعني طب ما تيجي تقفلوا الكهرباء والغاز، ما تيجي نتفق نقفلها إمتى عشان بس العمال يريحوا. كان في بعض التفاوض يا فندم وإحنا نشتغل 6 أشهر نقفل 6 أشهر بعض القطاعات عشان ده كان المتاح. طبعا الإضرابات والإضرابات العمالية والوضع الأمني كان شيء يعني كل يعلم به. نفتكر برضه يا فندم الأزمة اللي احنا حتى فيها دلوقتي والحمد لله بنعديها إن شاء الله، أزمة النقد الأجنبي. احنا بدأناها يمكن في 2014 وقعدنا نعاني فترة 2016، الدولة ما كلتش حق أي شركة أجنبية نهائي، كل الشركات كان لها يا فندم أرباح، كل شركة لها مستحقات وكله، وتم الاتفاق عليهم بكل أريحية هيتم التقسيط ازاي. انا فاكر كويس ان قال لهم ارباحكم خدوهم على سنه على فترات، صرفوا اول ربع يا فندم، والربع الثاني قال لك لا ما هم بيصرفوا، فنكمل استثمار، واغلبهم كملوا استثمار.
كانت البيئة التشريعية تحدي، وتم إطلاق قانون 5 وهو قانون أفضلية المنتج المحلي برضو في عهد سيادتك الفترة اللي فاتت، وقانون التراخيص، قانون التنمية الصناعية. يمكن حضرتك قلت في كلمة في المؤتمر الاقتصادي أو ناخدها منها، إن في التنفيذ في بعض الأحيان يعني بيبقى الإدارة ما بتشوفش العمق الشديد لما هو احتياج الصناعة، ما هو قانون الأفضلية المنتج المحلي، هو إيه العائد علينا كلنا. لو هيئة رفضت، طب ده انت منعت وظائف ومنعت كذا ومنعت كذا. لكن ناخد مثل حضرتك عملته لنا في مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة لما نزل مفصل بتاريخه بكميات اللي مطلوبة لكل المشروع من خدمات بمدة التنفيذ، واجتمعنا بالدكتور مصطفى وجابنا قال لنا ادي البيانات اهي، وهناك إرادة سياسية أن المنتج ده يبقى منتج محلي، وبعتناه لغرف تجارية خارجية عشان يعرضوا على أعضائه، لأن احنا لنا اتصال يا فندم بكل الاتحادات الممثلين في كل دول العالم عشان يعرفوا مصر عايزة إيه 3 سنين الجايين، مصر عايزة إيه 5 سنين الجايين. وده كان مثل نحتذي به، ونحب أن حضرتك برضو أنيك شفت في المؤتمر الاقتصادي الدكتور شاكر عرض باحتياجاته، وزير الإسكان عرض باحتياجاته، وبعد الوزن هيك لا مش تابع. بس لما بنشوف يا فندم احنا عايزين ايه كمان 5 سنين، قادر ابتدي اعمل مصنع ونشغل ناس ونجيب زملائنا مستثمرين بالخارج ونبتدي نبني يا فندم على احتياجاتنا. احنا يمكن اكبر دولة في المنطقة فيها مشروعات، مش هنقول من اكبر الدول اللي فيها مشروعات في كل المجالات. يعني يمكن عشان بس كامل بيه الوزير قاعد يا فندم، القطورة، مش حتى القطورة بس، طب ما في احتياجات يا فندم، ما هي قطع الغيار، ما هي الصيانة المطلوبة، ايه الاعداد وكميات، ايه المواصفات، كل ده يا فندم بيدينا احنا نظرة مستقبلية نقدر نبني عليها. فطبعا قانون المنتج المحلي يا فندم ده بيدينا تعميق صناعة، وبيدينا تحدي ان البطالة نقدر نقضي عليها، ويدينا تحدي ان احنا نجذب المستثمرين الاجانب معانا. احنا عندنا مشروعات في بعض الاحيان بيبقى المشروع ده 3 سنين او 5 سنين، زي ما حصل في حياة كريمة يا فندم، اتقال يعني احتمال نستورد اول 3 شهور بس على ما تجهزوا نفسكم، وده اللي الصناعة طلبها. حضرتك زي ما حضرتك عملت في حياة كريمة، نكمل ان شاء الله يا فندم عشان زملائنا في كل الدول اللي حاضرين معانا وسامعين يعرفوا أنا هاجي استثمر في مصر وهشغل وهشتغل وكل. فبنطمع طبعا، كان دكتور مصطفى قال في رخصة ذهبية، احنا نطمع ان تبقى كل المصانع، المصنع اللي يجي يا فندم نقول اهلا وسهلا بيه، والمصنع اللي يجي احنا نساعده يصلح اوضاعه ازاي من غير ما نمضي. وحرك انا عارف يعني حركه زيت راسك، وحركه انا عارف بتزق على الكلام ده جدا، ان هو ان شاء الله بيتنفذ، وده اللي احنا بنقوله. احنا الحمد لله يعني سمعت لحركه، انا عايز اتكلم كلمه يمكن بس عشان حسن بيه عبد الله قاعد، بس إن عايزين نحيي يا فندم على قرار بتاع يوم الخميس وهو تحرير العمر. احنا عارفين هو هو قرار فيه تحدي كبير جدا، لكن ادانا الضوء التام والارتياح التام في العمل ان شاء الله. كان عندنا تخوفات، يمكن حضرنا كل المؤتمر الاقتصادي يا فندم، وكنا بنتكلم بينا وبين بعض، وكان كل واحد يطلع بيتكلم بيعلق، هو انتوا هتعملوا لنا ايه في البضائع؟ انتوا هتعملوا لنا ايه في كذا؟ ده في مصنع. قرار يوم الخميس يا فندم امتص كل ده، وبدات فعلا البضائع تخرج، وبدأ يبقى فيه النظرة اللي فيها أريحية. يمكن لو سمعت لحضرتك أوضح نقطة، هو السعر اللي حاصل دلوقتي ده ما يأديش إلى زيادة السعر نهائي، وده اللي احنا بس عايزين نوضحه للناس. هو الناس كانت بتسعر على كام؟ أصلا ما فيش بضاعة، في عجز،
فالعجز ده بيولد ان الاسعار بترتفع لمجرد ان في عجز. طب انا لما كله هيشتغل تاني والتسعير الحقيقي يشتغل وكل الامور دي تشتغل، الشغل يا فندم هو اللي بيخلي الاسعار تنزل، توافر السلع هو اللي بيخليها تنزل، انما نقص السلع هو اللي بيخليها ادي الارتفاع. ففندم احنا يعني طول عمرنا داعمين للدوله، طول عمرنا داعمين في قرارات دي زي ما الخطه اتضحت. ولو حضرتك سمحت لي بالنيابه عن زملائنا، احنا عارفين بنحيي طبعا الحكومه على القرارات بتاعت يوم الاربعاء يا فندم، وزياده الحد الادنى ورفع الحد الادنى للاعفاءات الضريبيه وكده، لان عارفين المواطن بيعاني ازاي. اذا سمحت لنا حضرتك في القطاع الخاص، اذن دكتوره هاله هي رئيسه الصندوق، احنا كمان كقطاع خاص يا فندم هنرفع الحد الادنى، بل بالعكس احنا هنزود على الاقل اللي هي 300 دي 300 جنيه كل العماله، وهننظر في زياده مرتبات العماله كلها، لان خلاص هنشتغل فلازم الدنيا كلها تمشي ولازم كلنا نشيل المسؤوليه، وده دورنا الاجتماعي يا فندم ان احنا نؤديه مع حضراتكم. يعني يا باشمهندس كام؟ لا يا فندم انا بقول لحضرتك احنا الحد الادنى اللي حضرتك قلته احنا هنعمله. لا عشان احنا مع القطاع الخاص بنبقى حريصين قوي. ايوه يا فندم. ان يعني بنبقى بنتشاور مع بعضنا عشان تمام. كل منشأة ليها ظروفها يعني. لكن اكيد انتوا ليكوا تصور مش كده يا دكتور؟ لكن قول لي كلمه لو انتوا انا يعني ده اللي انا بقوله لحضرتك، يعني احنا مش نرفع بس الحد، احنا نرفع كل 300 جنيه. حتى لو هو معدي الحد الادنى فكله هيترفع 300 جنيه. وفي بعض القطاعات، السؤال اللي حضرتك قلت صح جدا، ان كل منشاه حسب ظروفها، لكن في بعض القطاعات بنقول بتفضل زي ما هي اللي فيها عماله كثيره وعايزين ننمي مناطق، لكن اغلب القطاعات على فكره يا فندم وفي ظل الظروف هي زودت. انا بس بتكلم بالنيابه عن زملائي، الناس زودت لان حاسين بالغلاء، لكن طالما اشتغلنا واحنا بنحييكم على الزياده. الله يخليك يا فندم، تسلم يا فندم. دورنا برضه يا فندم، لان اي مستثمر بيجي دايما بينظر لكام حاجه. طبعا البيئه التشريعيه اللي انا فيها والعماله واتاحه الخدمات والطاقات. احنا الحمد لله يا رب، حضرتك اكيد ما بتسمعش لا عندنا مشكله غاز ولا عندنا مشكله كهرباء ولا عندنا مشكله، يعني الحمد لله. ده عشان كده في مقدمتي بس احب دايما ان احنا نفتكر يعني كنا فين ووصلنا ليه. لكن احنا لما بنتكلم اصل احنا بنبقى غيرين قوي على البلد يا فندم. احنا شايفين ان عندنا فرص كبيره جدا، فرص للنمو هائله، عندنا طلبات من شركات كبيره جدا عايزه تشتغل، شركات صغيره وشركات متوسطه، كل دول عايزين يشتغلوا، كل دول عايزين يجوا. بس بيلاقوا بعض التحديات في ان يبقى غيرانين، ما سيبش يعني المستثمر ده ان يروح اي بلد ثانيه، لان لو انا سكت هو بيروح. عشان كده بقول لحضرتك يعني لو رخصة ذهبية لكل يا فندم ويشتغل فورا وبدون الإقرارات، يعني يبقى دكتور مصطفى أنا شفته هز راسه يا فندم، فيبقى كده إن شاء الله. طيب شوف، احنا ما المفروض ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجاره والصناعه موجوده وكل الناس موجودين، الحكومه احنا هندي الرخصه دي كده لكل المتقدمين لمده 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. بس ارجو ان احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمه يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر. تمام. فبرضه احنا ما هو السبب في الـ واحنا اتكلمنا الكلام ده في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر اصل مش انتوا احنا، ده احنا كلنا مع بعض، ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصه الذهبيه لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن ارجو ان احنا نبذل جهد شويه مع المستثمرين لان احنا ننفذ الالتزام ده لمده 3 اشهر ونراجع. لو الامور مشيت كويس ولقينا حجم الانجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر ان احنا
نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لا، او نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصه الذهبيه للدكتور مصطفى. فاحنا هندي 3 شهور بالطريقه دي. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، كل التحيه يا فندم. زي ما قلنا يا فندم برضو احد نقاط الجذب هي العماله الفنيه. احنا دورنا كمجتمع مدني بالكامل ما بخصوش حتى فقط باتحاد الصناعات، ان اتفقنا مع وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي ان احنا اللي نخش نرعى وندير المدارس الفنيه الصناعيه. فده احنا الحمد لله بدانا يا فندم من خلال زملائنا ومضين طبعا مع من ايام الدكتور طارق شوقي ربنا يديله الصحه وطبعا معالي الوزير ومعالي وزير التعليم العالي، اتفقنا يا فندم نمضي ان احنا هنبتدي نرعى المدارس الفنيه لان دي مسؤوليتنا، ان احنا ناخد المدرسه من الحكومه واحنا بنكمل. وهناك مبادره احنا يعني موجوده يا فندم في الحكومه وهو صندوق التدريب التابع لوزاره القوى العامله. يعني احنا الحمد لله نجحنا في الاداره، وكان يمكن دكتور مصطفى عمل معانا عده جلسات وادانا كمان قرارات فيها يا فندم هائله. ودي ما شاء الله يا فندم انا عايز اقول لحضرتك مستوى الخريجين شيء يفرح، حتى مرتباتهم اعلى بكتير جدا من العماله الحاليه، لان باخد شهاده ومعتمده دوليا، يعني كمان لو عايز يسافر يقدر يسافر. لو الحكومه اتاحت لنا جزء بجزء من الصندوق ده ان احنا كاتحاد وكاتحادات اخرى ندير ونساعد بسرعه النمو ونعمل تارجت مثلا مستهدف على الاقل 100,000 عامل فني في خلال ال3 سنين القادمين، ده دول لوحدهم يا فندم ده لو سافر ما شاء الله نصهم يجيبوا لنا كذا مليار دولار في السنه. لان ده وانا بعتبر يعني بوجهه نظري العماله الفنيه جزء داعم للموارد، يمكن زيها زي الموارد الاخرى والتصدير والسياحه وكله، بل بالعكس اكثرهم استقرارا لان هم ما شاء الله بيشتغلوا. فلو دي يا فندم يعني نساعد، واحنا كمجتمع مدني برضو دورنا ان احنا نساعد فن لان احنا المستفيدين واحنا برضو اللي بنهتم ان ده يبقى دورنا فيها. تكلمت برضو مع معالي وزير التعليم العالي يا فندم بخصوص، وده دعوة لكل الاخوة اللي حاضرين، احنا بينقصنا هنا شوية المعامل الاختبار المعتمدة دوليا، ودي فرصة استثمارية كبيرة للجميع. لكن عندنا برضو يا فندم مقرات، هو في شركات عاملة الموديل ده ومعتمد دولي وبيختبر، لكن هو ليس كافي على حجم المشروعات يا فندم اللي حضرتك بتطلبه. حضرتك مصر داخلة في مشروعات كبيرة جدا، فأنا عشان أعمل منتج ويجي مثلا دكتور شاكر يقول لي اختبره، ولا دكتور خالد في وزارة الصحة اختبره، ولا معالي الوزير كامل الوزير يقول لي اختبره، ده اما بتتبعت بره يا فندم وبتيجي بتاخد وقت وتكلفه كبيره. فاحنا بنتيح ان شاء الله، ودي دعوه في المؤتمر لكل القطاع الخاص والشركات الاجنبيه بالذات اللي وعدنا انها تيجي وتبقى معتمده، لكن عندنا الجامعات يا فندم لو حولنا معامل الجامعه الى معامل اختبار، اولا هستخدم وهطور وارفع كفاءه الدكاتره ان هم فعلا يستمروا في مصر وما يسافروش، تبقى عندي الجامعه بقت هي جهه مستقله معتمده دوليا لاختبار الخامات على مستوى مصر بكل ابعادها، فده بيريح تمام. لان احنا يا فندم عندنا خطه ان شاء الله لزياده الصادرات في فتره من 3 لـ5 سنين الى 100 مليار دولار، ودي هنقدمها ان شاء الله لدوله الرئيس في خلال 3 شهور من النهارده. هو جزء من التحديات بتاعتها كنا اتكلمنا مع حضرتك طبعا بخصوص دعم الصادرات، وحضرتك انت أذلت هذه العقبات الحمد لله. إنما العمالة الفنية طبعا بتساعد جدا يا فندم، الرخصة الذهبية اللي حضرتك عملتها بتساعد، جزء منها كمان وهي عملية المعامل والاختبارات اللي هي تابعة. في عندنا تحدي، بس هو تحدي واعد جدا. أنا طولت على حضرتك أنا آسف. أبدا شكرا فندم. وهو قطاع المحاجر والمناجم، ده في مصر قطاع واعد جدا، ولكن بعد ما جربنا يا فندم فيه خلال العامين الماضيين
المدد اللي بتطرح للمستثمر المصري والأجنبي بإدارة هذا المحجر أو المنجم ما بتبقاش كافية ولا تجراء إن هو يجي ويستثمر، لأن دي صناعة طويلة الأمد. أنا يعني لو حضرتك تسمح إن هو يبقى في جلسة خاصة بيها، ودي فرصة جاذبة جدا يا فندم إن شاء الله إنها تشتغل وتساعد على النمو الحقيقي. أنا متشكر جدا الأول، متشكر جدا على مبادرة يوم الخميس، وفعلا اللي عايز أطمن بيها الناس يا فندم دي مش مبادرة لزيادة الأسعار نهائي، دي مبادرة للاستقرار، مبادرة لجذب الاستثمار، مبادرة يدونا فرصة بس شهرين ثلاثة والأسعار هتنزل. بقينا لقيت ناس بتكلمني يوم الخميس، يعني انا لو رحت البنك دلوقتي هفتح الاعتماد؟ طبعا لا، هتستنى 20 يوم 30 يوم، انا عندي بضائع في المواني بكم كذا وعندي في التزامات، بس بدات تطلع كل ده. طالما الدنيا بدات تمشي، يعني حضرتك قلت شهرين، فخلاص بالتاكيد ان هي، ويعني شفنا يوم الخميس ده يمكن يخلينا قبل الشهرين ان شاء الله. فالرساله بس اللي احنا بنحاول نقولها، واحنا كرجال صناعه بنطمن الناس انه إن شاء الله في الفترة القادمة هيبقى فيه انخفاض في بعض السلع في الفترة، لأن الأمور بدأت تمشي وتتحرك. آخر نقطة، قانون أفضلية المنتج المحلي يا فندم، هنمشي ورا خطة حضرتك، نطمع في كل الوزارات تدينا خططها الخمس سنين يا فندم المستقبلية، هم عايزين إيه بالتفصيل، وإحنا علينا التسويق لهذا يا فندم سواء محلي أو لزملائنا بالخارج للاستثمار، ويدونا فرصة بس 6 أشهر يا فندم هنحوله منتج محلي إن شاء الله، فما يتعاقدوش على كل الكمية من أول ما ياخدوا الأوردر، لا يا فندم، يعني فاهم حضرتك إزاي إيه؟ يتعاقدوا على جزء ويدوا فرصة لضيوفنا وإحنا وكل المستثمرين المصريين والعرب والضيوف والأجانب كلهم يا فندم إن هم يبقى لهم فرصة في عملية التنمية اللي حضرتك بتقودها. وفعلا بنتشكر يا فندم، احنا في وقت تاني. انا حبيت في الاول اقول هو احنا كنا فين وبقينا فين، بس عشان احنا بننسى. لما كناش بنلاقي غاز كنا بننسى، ما كناش بنلاقي كهرباء، ما كناش بنلاقي عمله برضه يا فندم، ما كناش بنلاقي حد يعرف يروح شغله، وكانت القاهره بدات تتخنق بالذات وبعض المدن. وبعدين كلنا لازم، يعني أنا مش بقصد، بس أي حد فينا بيشتغل ما لازم تبقى عنده حاجات عايزة تتعدل، يعني عشان لازم أشتغل، إنما هقعد أحسبها ما أشتغلش عشان ما أعملش يبقى هوقف الدنيا، لا أشتغل، ولو في غلطة يا فندم كلنا بنصلحها مع بعض وكلنا بنشتغل، وأكيد عندنا إحنا قصور في حاجات. حركة ديتنا النهاردة خلاص الجرين لايت في الرخصة الذهبية، فبنتشكر لحضرتك جدا يا فندم. أنا آسف على الإطالة، وشاكر جدا يا فندم لتشريفكم، وشاكر جدا لتشريف حضرتك، وبهني حضرتك تاني بقانون، لان حضرتك حاضر يعني رساله للجميع، لاتحاد الصناعات المصريه اللي هو لا يتبع الدوله بل هو شريك مع الدوله، فده نظره حضرتك دايما لتشجيع القطاع الخاص ومبادرات القطاع الخاص بالجامع. معانا شريك النهارده وهي مبادره ابدا، يعني دي يمكن الزملاء ان شاء الله يشوفوها، لكن انا بعتبرها كده يعني محترم الائمه بسليمان، هي صندوق سيادي للصناعه ان شاء الله انه يعمل تشكيل. شكرا يا فندم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وشكرا يا فندم.